سؤال اليوم هو سؤال من أحد المتابعين، والإجابة الصحيحة هي ثالث اختيار excuse me. أحسن طريقة لنطق الكلمة بطريقة صحيحة أنكم تقسمونها لقسمين excuse me. كلمة excuse ممكن تيجي كاسم بمعنى عذر، فنقدر نقول مثلا this is not a good excuse، وتيجي أيضا وبنفس النطق كفعل بمعنى يعذر، مثلا لما نقول excuse me أي اعذرني. السبب ان وايد ناس ينطقونها غلط ان احنا لما نسمعها تنقال بسرعة، فما نحس ان كل الاحرف قاعدة تنطق، بس لو تسمعونها عدل ببطء راح تسمعون ان احنا نقول excuse me. والسؤال لما ياني من احد المتابعين كان على شكل فيديو باحد الشخصيات المشهورة في السوشيال ميديا، وان هالشخص قاعد ينطقها بطريقة خطأ. نصيحة مني، لا تأخذون النطق من مشاهير السوشيال ميديا، لأن هما حالهم من حالنا، هما لغتهم الأولى عربية، حتى لو كانوا يسافرون وايد أو يدرسون بجامعات خاصة، هذا الشيء ما يعني أن إنجليزيتهم قوية أو نطقهم صحيح. وأكبر مثال كلمة برجر لما تكلمنا عن نطقها الصحيح. أنا شخصياً أول مرة سمعت نطق برجر كانت من أحد مشاهير السوشيال ميديا، واستغربت من هذا النطق. النطق الصحيح للكلمة برجر وليس بيرجر.